ما حكم يا فضيلة الشيخ إذا مشيت وجلست أمام محارمي وأنا علي ثوب عادي وليس ضيق ولا واسع ولا ألبس الطرحة على صدري، هل في ذلك شيء؟ أرشدوني مأجورين. تقول مع محارمها؟ إيه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا حرج عليها أن تجلس مع محارمها على هذا الوصف الذي ذكرته في لباسها، ولكن إن رأت ريبة من أحد المحارم فلتلبس ثوبا على هذا القميص، لأن الواجب البعد عن الفتنة وأسبابها. وهذا القميص كما سمعنا قد سفر